السلام عليكم. بمناسبة قدوم التحديث الجديد للبلاي ستيشن 4، حابين نذكر لكم 5 مميزات رهيبة في التحديث الجديد. أحد المزايا الجديدة والجميلة في التحديث الجديد إنه بإمكانك عمل جروبات للأصدقاء، ويسهل عليك العثور على أصدقاء، وأيضاً تقدر تسوي جروبات مخصصة للألعاب اللي تلعبها، يعني مثلاً جروب ديستني أو جروب لعبة كود وزي كذا. ومن السهل كمان إنك تقدر ترسل لهم رسالة جماعية بكل سهولة عشان تتجمعون بسرعة. وأيضاً ميزة حلوة وجميلة، الآن بإمكانك مع التحديث الجديد إنك تطلع من المجموعة بكل سهولة من القائمة السريعة. ومع التحديث الجديد بإمكانك الآن تعطيل التنبيهات وقت مشاهدة الفيديو، وأيضاً يمديك تغير لون التنبيه إلى الأبيض أو الأسود، وأيضاً بإمكانك إنك تشيل الموضوع من الرسالة، يعني فرضاً واحد أرسل لك رسالة ما يكتب لك العنوان وشه، بس الله ما يبين لك مين هو اللي أرسل لك الرسالة. مميزات حلوة للناس اللي تحب تسوي بث مباشر عن طريق البلاي ستيشن. أولاً بإمكانك بث دقة 1080 و60 فريم فقط على جهاز البلاي ستيشن برو، وثانياً تستطيع قراءة التعليقات من الفي آر، يعني لو كنت مسوي بث من الفي آر تقدر تشوف التعليقات وسط الفي آر. وثالثاً بإمكانك إرسال تنبيه للمجموعة إذا كنت مسوي مجموعة خاصة لمتابعين البث حقك، أول ما تسوي البث على طول ينبه المجموعة إنك مسوي بث. وميزة حلوة جداً إنه مضاف التنبيهات في القائمة السريعة، يعني الآن إذا بتروح التنبيهات مو لازم تأخذ اللفة الطويلة ذيك عشان توصل التنبيهات، الآن كل ما عليك تسويه إنك تفك القائمة السريعة وتلقى التنبيهات على طول تحت موجودة. كذا نوصل لهذا المقطع، إن شاء الله عجبكم المقطع، وإذا عجبكم لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ولا تكتبون في الكومنتس وش أفضل شيء عجبكم في التحديث الجديد للبلاي ستيشن 4. كان معاكم عمران حازمي، نشوفكم إن شاء الله في حلقة أخرى، مع السلامة.